أيها الإخوة الفضلاء، إن من الظواهر الاجتماعية المشينة والسيئة ظاهرة لا تكاد تقصد مسجدا ولا سوقا ولا محلا تجاريا إلا وشاهدتها، ظاهرة عمت وطمت، وهي تعكس مدى تدني أخلاق فئة من الناس. ذهب ماء الوجه كما يقولون، وانعدم ماء الحياء، وأطيح بالكرامة الإنسانية، ورضي المرء بالذلة والمهانة من أجل دريهمات يجمعها، يوظف من أجل ذلك ذكاءه الخبيث وحيله ومكره وخداعه، ويستغل في ذلك عواطف الناس ورحمتهم وشفقتهم، فيتكسب بطريقة غير مشروعة، والرجال والنساء في ذلك سواء. لنجن الظاهرة أخص السير النهار إن شاء الله عز وجل، ألا وهي ظاهرة التسول ثوثرة، ما زيخت ظاهرة ثوثرة، يعني ما تروح، تروح تغاث مزيدة تزجة، تروح تغاث السوق، تروح تغاش انت حنت تصغد، تروح تغاث واثو قزات توزعف، تروح تغاو فار تصغد، ماني ما تقرب اتف دينيجن الفئه نيوذان، ها الشباب نس القوه نس العضلات نس الدين نس الصحف نسن، ها تلقى واحد المجموعه ديال الناس تسعى تطلب، واحيانا تلقى كبار السن نساء اطفال صغار وكذا وغير ذلك. وهذه الظاهره ايها الاخوه الفضلاء، ظاهره التسول، من ظواهر التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية. وكما تنقول لكم دائما، هذا الكتاب لم يفرط الله في شيء فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا تبيانا لكل شيء. أقول هذا وأعيده، ديننا الإسلامي ليس دين صلاة ووضوء وطهارة وحج وعمرة وصيام وزكاة فقط. الشرع الإسلامي، القرآن الحكيم، السنة النبوية، الدين غنغنشن ديجن الدين عالج الواقع نيوذان لكل شنسن، عالج الواقع ديال الناس في جميع المجالات ديالو، في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الاقتصادي، في المجال ديال العلاقات الأسرية، في أي مجال من المجالات، حتى في المجال الرياضي، اي موضوع من الموضوعات جيت تطرقه تهضر ليه، الا وغتلقى بان الشريعه الاسلاميه قد اشارت اليه. ما ترك رب السماء شيئا الا واشار اليه وتحدث عنه، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا وفصله وبينه. اي حاجه حاجه، ومن بينها الظاهره، ظاهره تثرى تثرى، انت مع ملك الشين من خلال طباع النط ديني الجنخ مني زار مسعية مو كذا نغجني جني تتا يزيد جيزاس يشتغى وفوسيت يشتغى جيبيت يشاس ديني الجنري توخث غاية في تباكي كدي ثماثة دي الصوفة دي عدو. كل واحد الطبع ديالو كل واحد كذا، لكن ما كاينش واحد الميزان شرعي في التعامل مع هاد الفئة ديال الناس. شنو تيقول الدين في هاد الظاهرة ديال التسول؟ من يقى الشرع النغ، من يقى الدين النغ، دي ثوثرة من خاص يقى ربي عز وجل، من خسين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآفة اللي ولات كتشوه المجتمعات الإسلامية، وفي المغرب حديث ولا حرج، في المغرب حديث ولا حرج. وطبعا موضوع التسول احنا راه ما غنقدروش نتناولوه جميع الجوانب، لان عنده تداعيات، عنده اسباب، عنده عوامل، راه ما غنجيش احنا نعايروا في هاد الناس فقط، لان هادو وليدي مجتمع، هادو وليدي سياسة، هادو وليدي تنظيم، هذا راه ماشيش غير هكاك، هذا ماشيش غير هكاك. ثوثرا هي هذ المظاهر ذوينا ثوا ميسيوبيا من نواه، ويدل بانه ذين يجن الخلل ذي المنظومه التربويه للمجتمع الاسلامي، ذين يجن الخلل ذي السياسات، ذين يجن الخلل ذي التعليم، ذين يجن الخلل ذي الاسر، ذين يجن الخلل كاين مجموعه من المجالات هي اللي كتعطينا هذا الشيء اللي احنا وصلنا ليه. لولا الانسان تيحشم شي مره يدخل يشري شي حاجه، والله لا تسرع حتى المره شي مرة تتحشم تبدي تخسر ثلاث صغر حاش تفترثة يا ابعا ذي نس نيرخ متغفل شي خبزة شي كوميرة شي حليب شي سنترال شي كذا، عشينا ما تغديناش ما فطرناش، ايوا ها شي غاش تمول سود نهارا مين غفايق تيوشا ايوا رفضان تيوشا ايوا من سين تيوشا ايوا من جلس غايقب
يعني الناس ألفت، الناس ألفت الكسل وألفت أن الناس تتعاطف معها وتتعطيها، حتى ولينا حنا تنربيو هاد الفئات. نطاب باي مسعان استمازيخ ندور نشي نطاب باي مسعان دي المجتمعنا شينا هني تفرخن. علاش؟ لأننا ما كنتعاملوش مع الأمر بميزان شرعي. نشوفوا الشرع شنو قال في هاد التسول، هاد السعايا اللي كيديروها واحد العدد ديال الناس واش جائزة شرعا؟ قطعا وباتفاق أهل العلم أن التسول حرام، تثرى حرام إلا لضرورة ملحة داعية، وغنبين ذلك من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تسول لغير ضرورة حقيقية ملحة أمر غير مشروع، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. أخميت تقرم مدن سخارق في الشفرة سك هذا، يعني مني قد غيس نشيني عاولة يفسب الله قغاري خمسة ستي حنجان شريث ثو تامان كذا الهراشتي الزار والصين غمين داش دغي حسب. المهم تقال الموضعات الخون مركا كل يجز يوم ذي عاود تيحو جانس دمي داسي وقعنا ذي عاود العجب. هذا الأمور، هذا الأمور من ناحية الشرعية، من ناحية الشرعية الأصل في التسول الحرمة، حرام أن الإنسان يمشي يطلب ويسعى إلا لضرورة ملحة. إلا إذا كانت شي ضرورة فعلية دفعات هذا الشخص باش أنه وصل لدرجة أنه يطلب عند الناس، يطلب عند الناس ضرورة. وقد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة وهذا قلته مرارا وتكرارا وأعيده، شريعة الإسلام شريعة حاربت الكسل والخمول والاتكال والعجز والبطالة. أبدا الدين ديالنا ما عمر كان الدين ديال النعاس، الدين ديال واحد يعطيك وانت تعيش، أبدا ما كيناش هذا، كيناش. إلا تشرعت لنا الزكاة وتحث الإسلام على الصدقة والإنفاق، راه حث على الصدقة والإنفاق والزكاة لفئات مخصوصة معينة، ماشي لكل واحد جاء في الطريق تقطع به الحبل. نظم مرة يقضوا الزيت وشغول، ها نقضوا الزيت وشغول، قاو سيغدو شاناي، قاو سيغدو ويناي، قد غاري تصطيمي عماك كيناي، قف عرناي. هذا شي مرات والله العظيم إلا نفس السيناريو نفس الشريط ونفس الديسكو نفس كذا. طبعا ناهيك ناهيك عن الناس اللي محترفين في هذا الشيء، الناس اللي محترفين كاين الناس اللي عندهم خبرة كبيرة ماشي أشي شمث وخا غفير إذا وخا أنت تجبد إذا أنت كسيدا وانش استكشد خميش دغي الحن يعني هنا حلاش الجوائز هنا وما يقاوش الجوائز نتيشني بعض الفنانين الفن اللي على لحقو طريقو الفن اللي على لحقو طريقو ها اللي يعرف يمثل عليك ويعرف يوصف ليك واحد التوصيف اللي يخليك تبكي معاه وتضربه تعطيه. والله لو حكيت لكم من اكاذيب هؤلاء واباطيلهم والاعيبهم نزرا قليلا ما تصدقت على واحد من هؤلاء الذين ترونهم في الشوارع. والله ما ركضوا مع الغرب عن قصص ربع عن حوجه زي مار كذا يخان غير كينو سلغي راكو رجنزيهم كين تخاس يا يجني ما تعتقد زكينا. اختلط الحامل بالنابل، صلى الله السلامة والعافية. الشريعة الإسلامية شريعة لا تقر الكسل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم كده ذاك المرء اللي سبهللة غي جالس غي ناعس خنشينا ورث لينا شي نقزي كورونا ونخدم كورونا يا مسكينة حديثي التزوات زي كورونا زقمي توقع كورونا زقمي كورونا زقمي كورونا اللي كان خدام خدامه اللي مولف الخدمة مولف اللي عنده الكرامة والعزة ديال النفس عنده اللي فيه المروءة فيه قوش حنا غير نمسحوه هنا وليه. أي نعم أي نعم الناس ضرته هذا الشيء قلناه وعودناه نعم، لكن راه ماشي مش جاب نبقاو نعلقوا عليه حنا. أي واحد بغى يعلق الكتب ديالو يعلقهم على كورونا، أبدا أبدا. حنا ديانتنا ديانة العمل والجد والكسب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم راعى الغنم منذ صغره. علاش هاد رعي الغنم؟ ما يمنش نقضي السيره النبويه، كنقراو في السيره النبويه ان النبي عليه الصلاه والسلام راعى الغنم على قراريط لاهل مكه. ها الانبياء كلهم كانوا كيخدموا، مر الانبياء خدمن شنثيذ سن تبغى تستنثيذ سن الانبياء ان ذا الرسل حامل الرساله والوحي. ومع ذلك ومع ذلك رسول الله يقول ما من نبي بعث الا ورعى الغنم. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. تو تحت راس غصن بهي مسنتي شناي شي فرانكات شي دور ظنوة كيخلصوني شي حاجة قليلة. ها كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أهش بها على غنمي. الأنبياء فيهم الخياط وفيهم الحداد. الأنبياء كانوا كيخدموا، ما كانوش الناس ديال النعاس. علاش؟ لأن الدين الإسلامي ما جاش يقول لك غير جلس في الجامع وصلي، غير صلي انت عبد الله وكذا وانطرك في الجنة. أبدا، الدين الإسلامي دين جمع بين الآخرة والدنيا، بين الآخرة والدنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يعني كنت خدام، كنت كتبيع، كنت كتشري، كنت كدير تجارة، جات وقت العبادة أجي تصلي. فإذا قضيت الصلاة كملتي فانتشروا في الأرض من غنح وابتغوا من فضل الله. روحت خدمت، روحت خدمت، سير تخدم على راسك، ولكن في الخدمة ديالك وفي العمل ديالك وفي الإدارة وفي المحل ديال التجارة وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واتشربي أتبذي ذات الشمس ذات سخارقة ذات أتغش ذات أتزوى ذات نهبذ أتغصفذ. حضي راسك، ما تنساش راكي الله جاي من الجامع، ماشي الله أكبر الله أكبر التجارة كمين تخصد. أبدا، وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا بغيتي الفلاح ربحتي الدنيا وربحتي الأخيرة، اديتي الواجب ديالك وقمتي بالمهمة الوظيفية ديال العمران ديالك في الحياة، الوظيفة الأبوية والزوجية وغير ذلك. هذا هو الدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين العمل، دين العمل ثثرية وغصب الأصل غنغذي الدين، غصب الأصل إلا للحاجة الملحة. وغنشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين ذلك. اسمع لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي، والحديث في صحيح مسلم، قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. تحملت حمالة يعني تحملت واحد الدين أو واحد الأمر كان بين واحد جوج ديال الأشخاص، جوج من الدابزين، جيت أنا باش نصلح بيناتهم. من بعد قال لي فلاني وراني كانت سلق دق دق غاس خافي ما نينيش غيك تخدسن، غي تصالحوا غي باش تبقى ذات البين، غي باش ما تخاصموش، غي باش ما تقاطعوش، غير باش ما تبقى ديك الاخوه كني واتقيم ما تصرح من كذا من داس تواصل شي خاك غيسي شي شي غيخدصن انا نعطيك. في الاخر ما قدرتش، في الاخر انا اللي صلحت كذا ما قدرتش باش انني نادي عليك داك الدين، ما قدرتش، ما وصلتش داك الشيء لعني ما كفانيش، تحملتها لك، راني قلت غناخذ عليه. تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اساله فيها، فقال عليه الصلاه والسلام: اقم معنا حتى تاتينا الصدقه. كيما قيمه كاين غير غيوين الزكاه اللي غيجيبوا الصدقات وكذا، ديك الساعه غنشوفوا في الامر ديالهم. فنأمر لك بها، ملي يجيبوا الزكاه نعطيوك، مادام انت صلحتي هاد الجوج وتحملتي داك الدين وما قديتيش عليه حنا غنعطيو من مال الزكاه ونأديو عليك داك الدين، غنعطيو، المهم صلحتي بين جوج ديال الناس. طيب، اقم معنا حتى تاتينا الصدقه. قالوا جلس معنا حتى تجي الصدقه وغنعطيوك هاد الدين نقضيه عليك، فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصه، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، قثثرة وغاسب حقاشا نجندي تالا ثلاثة يودان، ثلاثة ديال الأشخاص. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. واحد دار دخل باش يصلح، من بعد ما قدرش يأدي داك الشيء قدر يطلب من الناس باش أنه يعاونوه باش يقضي داك الشيء باش تبقى العلاقة بين دوك جوج بحال هذا الشخص. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة. شي واحد قاستو شي كارثة، كان عنده ماصي ديال التجارة، كان عنده حانوت، كان عنده شي حاجة، المهم صابتو شي حاجة في التجارة ديالو، شحال يوضن تحاقص نسرع ذنسن تغاسج المحل التجارة يكاد غاصبح يوفاث يمسي الدق زي كلشي شاكوشي يقيم والو. كما وقعت للناس هنا ملي تحرق السوق، ناس مشات لهم فلوسهم ومشى لهم داكشي اللي كان عندهم وبقات الديون متراكمة عليهم كيف خاصنو ماواس وغاصنا الحق في غنات الثان ما شرى ملي خداما كان ذاكر خدمة توفي غنوز الثان ما هو اهمل. اما الرسي ضرب يوفق اذن يبارك ليس بدن خضان صن يغنى يغنى ربي عز وجل. هذا من حقه، من حقه. علاش؟ لان كان عنده واحد الدخل مشى ليه بشي جائحه بشي مصيبه، عنده فيرما جا شي فيضان دا ليه كل شيء ما بقى عنده والو، تراكمت عليه الديون ما عنده باش. يحل له، يحل له، هذا يحل له ان يسال وأن يأخذ كفايته من عيشه، يوفر ذاك الشيء باش يعيش به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، الرغيف من زي يعيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، شي واحد فيه الفقر، ترك فيه نيجان فقر، قالش نستبر خينا يتتنت ويستهدشا، واحد اللي فعلا فقير، فعلا فعلا يسخس يحذاش، أصابته فاقة.
ثم يقول صلى الله عليه وسلم: أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدوا ليه الناس. ثلاثة ديال الأشخاص من القوم ديالهم أصحاب العقول السليمة يقول لك أودي فرانق الله يحسن عون فرانق فعلا مقطع وموجود موجود شان يوذن شهدن ديس ليوذن وتجيبو نتا لا لا ذي وذن شي قانوي نقى وغاس شاقة فعلا وغاس شاقة قنسكين قوي تتعشاوه قوي تتعشاوه قذينا ذينا ختخسنا زون الشين هادو اللي خصنا احنا نقلبوا عليهم. حنا شنو لينا؟ حنا دوك الناس اللي كيجيو كيسعاو ما خلاوناش نوصلوا لدوك الناس اللي كيستحقوا. نهضرونيش وحنا للاسف الشديد بدا ما بغيناش ننتقدوا ولكن قولوها كلمه حق والى الله المشتكى. واحد الفئه كبيره ديال العمل الجمعوي كانت سبب في هذا التسول. سورنيش العمل الجمعوي اللي كيدار في الجمعيات مع كامل احترامنا للنيات ديال الناس والقصود الحسنه ديال واحد العدد منهم والخير اللي كيقدموه لواحد العدد الفئات، لكن نقولوها بكل صراحه، علمنا الناس السعايه، نسترمذي وذان ثوثرا، سرمدس، نسترمذي وذان تشاري، يترجى رمضان، ما ذي نشان قفه، يترجى رعيد، وما ذي نشان نعيو ذا سكواسه، يترجى، ينوم، مولف، ما يعيي ذا سكواسه، ايوا يمار سوج ذا سرعيد، يتعيش ذي الكامبو. هادي صغا هندي انت ذي عزو يا حوري النعيد تعيش ذي بوحك هادي صغا هندي مين تقدر كامبو مين تأزد تغضب على ذي كورنيش خرب حات عونذ مين تقدر كامبو واش كما روه كذي زما يزيد غصي وذا حوري النعيد مين تقدر كامبو واش حبك الفقر ما عاشوش الناس ولا كلنا عشنا الفقر. الناس كانت فقيرة وكانت كتربي ذاك الحولي ديال العيد فوق السطح طابة الخزقة يتيما كيس ست شهور سبع شهور مين غنشت مين غنشم ديما عميتا هذا السكع ذا نقشاي وحوري باش تصيغ ذا حوري النعيد باش يتفق بذي التغيب ذا مشيت العزة ديال النفس عزة المرء المسلم المؤمن هذه اللي خاص تكون. لا الشين مذرحة الشين سوج دي حوريين و سوج دي حوريين و يمر عاود سوجد عاود فاري مر سوجد عاود انا سوجد المهم السوجد تمشي ذا سجنها ايوا كور عام سوجد سحوري النعيد هو قوي الجيش كورونا تيكين نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية وفي أمور اللي حتى الوجوب فيها ما كاينش حتى ماشي واجب عليه ماشي واجب عليه تماما اصلا وتلقى الناس كتنفق من مال الزكاه وتشري العيد وتشري كذا ها الامور اللي كتخترق فيها الامور الشرعيه اللي كيوقع فيها تجاوزات شرعيه واخطاء فادحه ها وكتصرف اموال ديال الزكاه في غير ابوابها في غير الباب ديالها كتصرف اموال ديال الزكاه في امور اللي ماشي اساسي ماشي اساسي جيبوا اساسي. علاش؟ لان الناس قد الفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللي قصت الفاقه وقصوا الفقر يشهدوا لي ثلاثة ديال الناس من قومه هذا من حقه يسأل حتى يعطى سدادا من عيش أو قواما من عيش. يقول النبي بعد هذا الحديث بعد هذا الثلاثة هذا الذي تحمل حمالة وهذا الذي أصابته جائحة وهذا الذي أصابته فاقة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المسألة يا قبيصة. من غام نوية من غير هاد الثلاثة شي واحد غرجة كيطلبه هو عنده الناس راه الناس اللي تدير الخير وعارفه وتتجري في هذا المجال شحال من واحد دولي حولي ديال العيد لقاو عنده جوج شحال من واحد شحال هذا شي نسي وذا ساحوري نسرى باع قام يسري باع وسيد بوموهي ويندوز مليح قام باع مين ديبان نواه بعد مين ديبان نواه شقوا سريد بوي ويندوز ذوفو ناس يا زيد شن غنيت نسال الله السلامة انسان يهز منهم شي يقلب لهيه سجلهيه وهذه تهمي بوماس كيهموش خوه الاخر هز ولا ما هزش عنده ولا ما عندوش شفتوا شنو قتلنا في الناس المروءه والعزه والانفه والعفه والكرامه ماتت القيم بناقص منها هاد الصدقه اللي تقتل هاد القيم في الانسان بناقص منها حنا محتاجين الناس بقيمها باخلاقها بعزه نفسها ما محتاجينش امه ذليله اش فقط تجلين تعيش بركه غير الذل اللي حنا عايشينه كامه خلونا نعيشوا بعزتنا غيبيناتنا بعدا غيبيناتنا شفغد تزكي رومين باش نعيش العزه نغجارا صلى الله السلامه والعافيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المساله من غير هذا الشيء يا قبيصه سحتا ياكلها صاحبها سحتا وني غيشنشن حشت من غاثره ثايا يتسحت ما معنى يتسحت يتطرح حرام تيكل حرام. علاش تيكل حرام؟ لانه كيشمت عباد الله كيكذب عليهم تياخذ شي حاجه اللي ماشي من حقه هو عنده كفايته ما يكفيه عنده لكنه يستزيد
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا من النار، فليستكثر أو ليستقل. لكي يطلب من الناس يتتايا زوذي عماو هذي عماو جحوري يعني دو النغنيت يعني دو السرثة يجن قفة يعني دو السنين يعني دو شنو هادشي شنو هادشي وسمعنا به وكاع الناس شايفاه وعارفه. تكثرا باغي غير كثر، قال لك راه كيكثر غير جهنم، كيكثر غير النار على راسه. فانما يستكثر جمرا من النار، فليستكثر. جاليك تاضر حرام، خليك كثر في الحرام، خليك كثر داكشي اللي غيتكوى به. علاش؟ لانك ياكل شي حاجه اللي ماشي من حقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إن شوي قواني تتخي وذاني قواني إن شدي يوم القيامة وذا يستنقيت ويسول، يعني غنبو بالنس بين الناس يخسنوه، هذه توفضح أمام الخلائق، يتفضح بين الخلائق يوم القيامة. علاش؟ لأن كان غادي وتيسعى، كان غادي وتيطلب، ها وهو ما مستحقش، ماشي من أهل الفاقة، ماشي من أهل الحاجة، ماشي من أهل الفقر، ماشي من أصحاب الجائحة، ليس ممن تحمل حمالة، لكن خرج، ذهب ماء الوجه، ما بقاش تيحشم، ويمكن يبدل مدينة يمشي لمدينة أخرى، ماشي قاد تقطع بيا الحبل، ها نربطوها سيدي، نركبوك في الكارت ماشي بحالك، نوصلوك، أش تدير هنا؟ ها جيت هنا أش جاي دير هنا؟ حنا واحلين غير في دياولنا. حنا واحلين غير في الناس ديال هنا غادي وكتغرق وتتموت في البحر. ها شكون قال لك كاين الجنه هنا؟ شكون؟ شكون قال لك الخير كاين هنا؟ شكون؟ شكون قال لك؟ ها جيتي ودوزتي هنا، دوزتي هنا شهر شهرين ياك ما كاين والو، سير بحالك، سير بحالك، ما تغنى انت تقيم غير وهاني. لكن لان يوذان الشتن غا جبتي الشن يسغس نهار باقيت في الشذاتون فاويش تبقى ذيوت ها واش خو فرزيت غير ما غفران باستيلي قرا شي حلوه، شي حلوه تغزيت هي وانت، تغزيت هي وانت شي حلوه معاك الله يرحم الوالدين شي حلوه، ما وني تجوزني يا زوخ الحلوه ايوا شكون فهم والو، ما بغيتش نفهم انا والله ما فهم. ها يتبدا غفار باستيل ويا زوبو باقيت يتطاري تم دون حياء بلا حياء بلا حشمه، يقرا شي حلوه معاك الله يرضي عليك شي حلوه نتقهواو قاي مشرو خصها سالي تقهوى، ها خصها سالي تقهوى وذيك مر قهوه ذي علو غابو بيباد الجوز اوكاجو شيني شوي الجوز عافاك شوي مقرمل، ها مقرمل خصها سالي قارع ذي وحده عاد وقيس على ذلك. والناس العاطفه والحياة اذا نغت سذحان سذحاني شاد غاجي بقرس ما يمد قادس صغيره يا وضع وينو كذا قاوني تحشوها يتحشش ثاني غنش كيتفلى هذا كيتفلى وما يستحقش والله ما يستحق. وباش تعطيه خاصك تقلب على من تعطي ولمن تعطي لمن لمن. الله عز وجل يخبرنا عن الفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، شكون هادو؟ ها الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، اغنياء من التعفف ما عندوش، انت كيصحاب لك عنده وراهم معنا في الجامع خاين كيغذاه تلقاهم خدام وتيتخلص وما تيكفيهش تيتقاتل مع شهر دائما مولك راه كيتسال دائما مول الحانوت كيتسال الاجره ديالو النص كيمشي للكريديات النص كيمشي للكريديات وشحال من مره تيتقطع عليه الضو تيحيدوا ليه الساعه ديال الماء وبالك شايف فاش كيمشي يردها ويخلصها شحال من مره شحال من مره. هاد النماذج اللي خص الانسان يقلب عليهم. لا يسالون الناس الحاف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. في أقاربكم في أهاليكم في ذويكم كل واحد يشوف الأهل ديالو ذين غشاني الجمارة فاميليا نسلا بس خس أبدا. كاين الناس اللي عايشين في الدواور اللي ما عندهمش اللي مكرفسين اللي محنين اللي عايشين بالكشايف ومحتاج منك الصدقة ومحتاج منك الإنفاق ومحتاج منك المساعدة ومحتاج منك أن تحفظ له ماء وجهه، محتاج منك باش تحافظ على ماء الوجه ديالو. واجب عليك واجب عليك تحاول على الشرع كيقول لك ان الصدقات والزكاه تبدي بذوي القربى تبدي فاميليا بالاقارب شميمي صدقه وصيله هالصدقه تقدث هذا الصله الرحيم تصل رحمك تصل رحمك. لكن للاسف الشديد حنا ولينا تنتعامل بواحد المنطق اخر نسال الله السلامه والعافيه. شتي هذا اللي كيطلب اين اخي تتاخذ وانت مزيده وانت مزيده. رسول الله يقول عليه الصلاه والسلام ليس المسكين بهذا الطواف ويدوران
ويدوران كيدور واحد الجامع غواثين يشغل غواثين فهو يشغل مزيد النونيت غير نغه مزيد النونيت غوان السوق غوان بوز الزيتون المهم يخص هذه الشكوشينت خميت غير كما ديال هذه ازوغ باستيلي شي حلوه نتقهوى حول ولا قوه الا بالله اما قيل لي بل سمعته باذني شي حلوه نتقهوى بها الله الناس فين وصلت نسال الله سلم العافيه الناس كانت تموت وما تطلبش صاحبي تموت تموت وما تسعاش الناس تموت وما تسعاش احنا ما كناش هكا والامه الاسلاميه ماشي هكا الامه الاسلاميه واتجيبوا يامو كلش امن ماشي هذه قيمها ماشي هذه مبادئها ماشي هذه اخلاقياتها ابدا ابدا لكن هذه القيم ديال العفه وديال العزه ديال النفس وديال المروءه اي والله اريد لها اريد لها ان تسقط وما تبقاش خميني غنخيني يود كولان ننغى ذايسن كلشي انا وضمين نخس نوصلوا داكشي اللي بغينا نسال الله السلامه والعافيه ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمه واللقمتان او الدرهم والدرهمان خرج النبي قابوبري وتجيبو ويتنظن استغلي جنباكيت ذي جن كيسوت ذي يويوها خرج ما تجيبو ذوي المسكين قوا تجيبو ذوي كيشرح لينا اسمي انا من مصر بقاش قوانيتين وتجيبو ذوي المسكين شكون هو يا رسول الله ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ما عندوش داكشي اللي يغنيه ويكفيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا قاش هو داك الشخص اللي ما عندوش وما تفطن ليش بأنه ما عندوش يعني خصك تبحث عليه تقلب عليه تبحث تجسس هاد النوع اللي تجسس عليه كيفاش عايش فلان حقه مين يخدم شحال غاسي حنجان هذا نزمي شهر رواه شهر رواه يا شيء محرم غير يتوضش محرم غير يقشن منها محرم زيادة اني غاسي ماني نقع ونزري قشن يسمني غير قشن حاشني غير قشن كي الناس كتموت في صمت تموت في صمت ابحثوا عن امثال هؤلاء وخليك من ذاك اللي حافظ كاع الجمعيات ديال الاقليم كلها حافظ كاع الجمعيات بالسميات وفين جايه وفين كاينه والنماري كلها عنده مره انهم مروثقين غاسو خميس غاين روح غاسن وذي كين والو روح غاسن وذي وشين والو روح غاسن كيشن قفه يا مو وسكين بو باستيلين يعزو نزيسي تقهوى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه والإخوة الفضلاء اسمحوا لي هذه الحقيقة المرة التي نعيشها الحقيقة المرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ما تعطيش الصدقة لواحد اللي عنده أو لشي واحد اللي ذو مرة ما معنى ذو مرة ذو صحة قوي تبان خاصة قاشي يسي الزيكي يزر الزيكي قارياض الزيكي ترينا تيقار شعوني مش بعد أني الناس مي غاش غاعون ما غاثو ثراني ما تفغكيش أني الناس عوني يضعق حغم وغفار خان هي الناس يروح من غاك زي الشغر مر من ماذي وضدوني انت يش دور يذوا مي غات قد جيق قاشك مي زي غفاق وحد غفاونش تسعر يذوا سيتروح صح سيتروح شكا تدير هنا اش كدير هنا وتشي ولا مزلع دابا مزلع فين ما وقفتي مرات بدات غا ستوبي خصك تبلع دركاسي وتبلع الطواف تبلع الطواف المهم واحد الظاهره نسال الله السلامه والعافيه نسال الله السلامه والعافيه نسال الله ان يبصرنا ويفقها وراه هذه الظاهره راه وليده قضايا الشيء راه ماشي سهل الشيء راه كاين عوامل كثيره اللي كتساهم باش ان هذا الشيء كيتفتح ومن الاسباب ديال هذه الظاهره احنا لان يزيد جيزان بنادم ليش المواقف خصو شي يزيد جيزان شحال من واحد ملي كيجي كيطلب المساعده كتقول ليه ماني زغد يتخدم اتخدم هذا تقول شنو حاجت زغد دير كامبو واخا شنك شويه في جوسن شويه تخسوينا امو كذا تقبر ها ايماري ان شاء الله تقدمي ذا حورين نعيد نشد تازاش نسخ فيه خسي كذا والله ما غاك يدور كذا بو هاري قبر عاد تيخسي ها انت يوفى فنطروس اذا صغي وشن ها تاع حي قبر في خسي عاد تيدي عقوح عاد تيقن تيصوف غاس صباح تيدي عقوح ها ما انت ما ذا غيوري ذا ريت شكون يفهمني انت تولا انت ما رواس تخشي شي غاس ماني غير حمضني يشابي الغفله شابي الغفله هذا الواقع والله الى الواقع تخدم دار لك شي مشروع شنو خاصك او دير ما لقيناش خدمه كذا غدا اجي غدا تخدم
ها انت راه كاين تما شي حوايج اللي تجمعهم تلوحهم كذا النهار ديالك. والله ما خاك دياس والله ما داش دير غير تقول ليه الخدمه ايوا رجا رجا يجنضني شكوى كيجبس لك صاحبي ما مشتقيه مشتقيه. والانسان ياخذ منك اللي كان من ما يتجان من ما يتجان يتهز ديال الزوت الشتويه خميس غثيني إذا ودي قال اسمح لينا راه هذا الشيء راه ما يمكنش راه بزاف كذا ايوا قالش من ما يتجان قالت له خويا قعد رمضان كذا ما خكمش نعش غير رمضان كذا والو رمضان يوار عيد بعدا واخا خكمش هذه رمضان غير عيد قعد العيد. المهم خصو شي حاجه يقشرها منك كما بغات تكون كما بغات تكون كما بغات تكون. وللاسف الشديد من الامور التي زادت الطين بله وهو استغلال الاطفال الصغار. وهذا بيت القصيد بعد هذه الكلمه وهذه الخطبه. والموضوع راه قلت لكم موضوع طويل راه هذه هي الظواهر الاجتماعيه اللي خاص تعالج وهذا الشيء اللي خاص هذه المنظمات الحقوقيه اللي كيبلبلوا علينا كل مره بحقوق المراه وحقوق كذا يهضروا عليها هضروا لنا على هذه المشاكل اللي عندنا حنا. هذا ماشي مشكل كنعيشوه. هادو منين جاوا اش كيديروا هنا علاش هادو ما تقلب ليهمش على شي تكوين وعلى شي اصلاحيه باش يكونوا فاعلين في المجتمع؟ علاش علاش لا حنا خصنا نقلبوا شي مصانع اخرى باش نفرخوا شي وحدين اخرين يتلاحوا لينا في الشوارع وفي الازقه وفي المستشفيات باش يطلعوا لينا غدا ما عنده لا جدر لا اصل لا تصيله لا فصيله ما عارفش راسه منين جاي ويخرج لينا للشارع ويتسنى شي ملفايه وشي حاجه. هذا الشيء اللي حنا هذه الوقائع والظواهر الاجتماعيه التي ينبغي دراستها ومعالجتها معالجتها بلا ما تحلل لي الدين وتجي تناقش لي في الشرع. ناقش الواقع المر اللي حنا كنعيشوه استغلال الاطفال الصغار دراري صغار تفضي حنا عندي مزيان وتفضي بنادم يطيح هذه التايته ويكيس تاعو الناس. خلي الدري يا صاحبي خلي الدري بكرامته خليه بالعزه ديالو خليه بالانفه ديالو ربي فيه عزه النفس سيمي ذخيني يا صاحبي كذا شوين النفس هكذا يسمي شوات الجاب وذي تجيخ في الناس يا صاحبي مثل قد يسلموا رؤاس تمزيني يا صاحبي. خلي الدري خلي الدري جا عندك دري صغير قول له سير تقرا اش كدير انا قصح فيه ديك القسوة رحمة ديك القسوة رحمة به رحمة بها صاحبي راه القسوة في بعض المواقف رحمة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة زيد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما ترحمش علاش ما ترحمش؟ لأن رحمة بالمجتمع من اللي تجلد هذاك بقوة باك تضرب بقوة وما تحنش فيه هذيك هي الرحمة الحقيقية هذيك هي الرحمة الحقيقية. القسوة رحمة في بعض المواقف شك مش تقص حدا كيزيد شي مواقف تحمى الدايس كتبغي تضربو علاش كتبغي تضربو؟ رحمة به خايف عليه خايف عليه. حنا لا حنا كيشفنا كنعطيوه احنا جاد يا سيدي عز ختمو بينا تغوان تمزيده مين تقنشين انت الشاس او معليش وشاس اسيو شوا اسيو شوا اسيو شوا تغش هذا حاضر ديغا خبي تغي سلقا ثبو قاديو تتميل فايتني عاود تغاس دور تكس تنين قهوة تكوين بيبا دا وحدة ادي دور عاود حاضر غيمشي مازال يقرا مشي مازال قطع عليه قطع عليه لان هذاك بلاصتو المدرسه هذاك بلاصتو الدار هذاك خصو يمشي عند والديه هذا الا كان كيخدم اودي واه خرج خدام دارت ليه امو خبزات كيبيع يزنوجا كلينيكس يزنوجا شنحاش شنا الا عاونتيه وشريتي عليه عاونو باش يطلع راجل كيسعى كيطلب هذيك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى هذيك حاجه اخرى. صلى الله السلامه والعافيه. وهذا الاطفال ايها الاخوه الفضلاء هذا الاطفال اللي احنا كنهضروا عليهم راه ضحايا وأقول ضحايا مجموعة من الأمور مجموعة من ماشي ضحايا ديال الغباه أمه ولا شي مرات الضحايا ديال هذه الأسر المفككة شتي ملي كتكون الأسرة الأب الأم الزوج العلاقة الزوجية قائمة الأسرة كاينة الحقوق والواجبات قائمة المودة والمحبة كائنة راه الدري ما غيخرجش تالف ما عارفش ساسو مراسو أبدا. هاد الناس اللي كيناديو لينا بهذه العلاقة الرضائية هم اللي باغيين يخرجوا لينا هاد الظواهر نسأل الله السلامة والعافية. هاد الأطفال اللي كنلقاوهم من النوم ليه ضحايا ضحايا ديال المجتمع لا يعرف وجهته مجتمع اللي ما عارفش فين غادي والله ما عارفين فين غاديين والله وانسلمانين قاقع زمان ويا فين غاديين الله أعلم. ضحايا منظومة تربوية تركتهم بدون كرسي للدراسة أصحابك صعيب باش يجمعهم تغريش يقصح رحال باش هذا نجمعا خويا يقصح شا قزري وميتوسا كورونا يقيم شوبو هاري يطنض يال يقيم شاني جنس كينا يطنض يال خويا وعاشا خويا وعاشا اللي تكون عزيمه والاراده والله ما يبقى شي واحد من هادو كيدور ما يبقى شي واحد كيدور اللي تكون الضرب باليد الحديديه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران
حيان نقولوا احنا ونغوتوا فوق المنبر، لكن احنا لله تنذكروا الناس وتنفيقوهم فقط، لكن التفعيل والتنزيل والتطبيق خصو قوة وسلطة، خصو قوة وسلطة. ديك السلطة هي اللي تقاد هذه الأوضاع وهذه الأمور. هذا الأطفال أيها الإخوة الفضلاء ضحايا سياسات عمومية لم توجد البيئة الحاضنة لهؤلاء الأطفال. براء أبرياء، دري ما عارفش، دري ما عارفش وكيستغلوه وكيصيفطوه، ها هو كيستغلوا العطف ديال الناس عليه باش يستثمروا من ورائه. وحنا شي مرات كنصغروا ونقاسيو ميدا صغير اثنين دورو ميدا قمري واستك شي ما تف الدين كون هاني قا تقاس تقاس ها كدير لي قمري وهو تصوفو شي ما تغاش كنت جامبو ويفهمني قا يقافز خاكشك قومي تصوفو غيتسقار هذا النهار الناس يتعيش يتويد يتزايدات يجمع يمكن غاس تفديج النمرو نحسب خا واكي تجيشك يمكن تبغى سنين ثلاثة أربعة نمرة والنحساب يمكن تمو بين الده قاش كعماس وادي السنين وجهشين عماس وادي الصغير عماس وادي السنين حتى كم تقرنش ها نضرب بكل صراحة نضرب بكل صراحة والناس كتعرف تصنع إعاقات وتصنع عاهات وتصنع شوي ومانك شوي نسيرو ننفريس هي زقواغ أذيك جنت الشياث أذيك كابلي هنتية والدريتين أشيني حقاق قصم العملية قيدا من قج جناي قف عرنش كما سنين ذا عدود الزاغة حل لغني ذا الزاغة إني مذي ذمن مذي سيروني عزيز دي سقم همس دي سوث الشياث نغون قارو خاكي قارة خاكي قارة هذا الواقع والله العظيم إذا مصيبك الواقع المر اللي ولينا كناش والله العظيم لو حكيت لكم وأعرف أن لكل منكم حكايات شتي داك أخبار الحمقى والمغفلين ها وداك أخبار الأذكياء ها قصص خصنا شي قصة ديال الأخبار المتسولين خصنا شي واحد يألف الناس ديال الجمعيات يألفوا يألفوا لنا شي حاجة في أخبار المتسولين وستقرؤون العجب سترون كيف أن الناس تحسن استغلال ذكائها في الخدع والمكر و و و و و كثير من الأمور ولذلك هذا الأمر حنا كنهضروا عليه من ناحية الشرعية ماشي أي واحد يستحق تعطيه ماشي كاع اللي جاك الباب الجامع يستحق حنا محتاجين باش أننا نتحروا الشخص فعلا كاين الناس اللي تقهر ما خرجش أنه يطلب ويسعى حتى وصلت به لدرجة الفاقة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملي نتأكدوا أن فعلا السيد محتاج ماشي نعطيوه كوفة باش نهضروا نيشان قال كوفة في النيضة ومن غبي كل صراحة مع كامل احترامات فيها خير نعم لكنها ليست العلاج وتجيبوا العلاج وتجيبوا الدواء احنا محتاجين أننا نطوروا شوية هذا العمل الجمعوي بدل ما ندير له كوفة نعلمه كيفاش يصطاد ديك الكوفة وتعطيني سمكة علمني كيف أصطاد ياك مصغرنا حنا كنعلموا علمني كيف اصطاد النبي صلى الله عليه وسلم تيخبرنا في الحديث ملي كيقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان ياخذ احدكم حبله اسغ النسوه حبله فياتي بحزمه حطب على ظهره هذا حد يجمع شويه الشوذن شويه غاوضني الشوذن دوينه في كذا ثم ديس ثني الزنز فيبيعه فيكف وجهه عن الناس خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه قاش النبي اتحد جمع هذا الجمع هاد الجماعة حنا كنشوفوا والله العظيم تنشوفوا الناس مور الفجر سباشكليت سموبيلا جوج ديال صغا غوينه هني نوفراض هذه يقرب كذا كذا هذه سيثا هذه سيثا هذه سيثا هذه سيثا هذه يعذو هذه يعذو راح غون نظني تدي سيدي سي هذه يعذو راح غون نظني تدي سيدي يعذو هذه يعذو راح غون هذه يوم يدي يمشي يبيع يمشي يبيع كيمشي يبيع كيقلب هذا انت قلب عليه هذا قلب عليه خميس غزاليني سارعتو شي نمرو التليفون حيط ليه سير عنده ادي ليه خدام 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 وما كيكفيهش هذا الواقع اللي احنا كنشوفوه اسف شد كنشوفوه مره مفرشه تتبيع على برا تلقى شويه تشني فين شويه سخاس شري عليها شري عليها عاونها خدمات خرجت تخدم هذه تلقى شويه نمسمن شويه وينه شري عليها ها باش تحرس بانها دارت شي حاجه وبان فعلا راه الناس محتاجه راه الصدقه ماشي تتمشي تعطيه نشينا نجوني تكراز هذيني انا زو خبوي فدنني شغيسينا شي حجايه ام زيكي زيكي راس جمني الباسكيت هذا اسمه شي المساعد اسمه المساعد اللهم بصرنا يا رب فقهنا يا رب ارنا الحق حقا ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يمن كتابنا يسر حسابنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربي اعط انفسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ملك البلاد امير المؤمنين محمد السادس اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه قيد له بطانه من اخلص العباد يعينونه على ما فيه صلاح البلاد والعباد انك ولي ذلك والقادر عليه اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم واعتذر